انا كتبت لك في كم كلمة شرح عن البقية يحسن الالتفات اليه جدا، ويسمى بقيع الغرقد، وقد كان مدفنا لأهل المدينة كوادي السلام في النجف الحقيقة، وكان خارج البيوت يومئذ، مدينة صغيرة في خارجها كما أن وادي السلام الآن في خارج النجف سبحان الله، يخرجون موتاهم إلى خارج المدينة ويدفنونها في المقبرة التي هي بقيع الغرقد. زين، وفيه مقابر كثير من الصحابة والتابعين والهاشميين بما فيهم بعض المعصومين عليهم السلام، وهم الإمام الحسن المجتبى عليه السلام والإمام السجاد علي بن الحسين عليه السلام والإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام. وكان لاحظوا، وكان على هذه القبور أي قبور المعصومين هؤلاء الأئمة الأربعة عليها بناء كبير، ولا زالت صورته الفوتوغرافية موجودة. انتو طبعا اغلبكم ما شايفيها اكيدا. وكانت تسمى عند اهل المنطقة بقبة اهل البيت، وقد هدمها الوهابيون السعوديون واصبح اسمعوا انتم واعين وفاهمين، واصبح في نظرنا يوم معين من السنة يسمى يوم هدم القبور، هدم قبور البقيع، مصيبة كمصيبة وفاة أحد الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، تعدل مصيبة ذكرى وفاة أحد المعصومين عليهم السلام. وأصبح الناس يعملون بهذه المناسبة تعازي واحتفالات ونحو ذلك وذكريات. وأيضا قال الشاعر بهذه المناسبة: ألا إن حادثة البقيع يشيب لهولها فوج الرضيع، وسوف تكون فاتحة الرزايا، وسوف تكون فاتحة الرزايا إذا لم نصح من هذا الهجوع. كما قد كان في مقبرة البقيع بناية تسمى قبة المبكى. والله قبة المبكى يعني شنو؟ خاصة المصر فشيء بسيط، أن الزهراء سلام الله عليها بعد أبيها حينما في الحقيقة طردت من داخل المدينة أنه أسكتوها فإن بكاءها يزعج الجيران، أخرجها زوجها إلى البقيع فأصبحت تبكي هناك. فخلال الأجيال بنيت في نفس المنطقة بناء سور وقبة تسمى قبة المبكى بذكرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكان هذا في ضمن ما هدم عند هدم البقيع. ويوجد شرح ذلك وغير ذلك مفصلا في كتاب هذا ما نعرفه، لكن هذا الكتاب ايضا من واحد مصري، كل هالحكي موجود لي. ويوجد شرح ذلك وغير ذلك مفصلا في كتاب يسمى بمرآة الحرمين لأحد الضباط المصريين الذين كانوا يذهبون من مصر في حملات الحج كل سنة قبل 70 عاما أو أكثر، وفيه صورة لمقبرة بقيع الغرقد، البقيع نفسه، لمقبرة بقيع الغرقد قبل الانهدام، وتظهر فيه بنايات عديدة، منها بناية المبكى ومنها قبة أهل البيت صلى الله عليه وأشياء أخرى، وهو أيضا يحدد محتويات البقيع وحدة وحدة فيه كذا وكذا وكذا. المهم مصدر جيد ومنهم وليس من عندنا حبيبي. ومحل الشاهد إن إحدى الروايات هي أنها سلام الله عليها دفنت في البقيع ولم يكن، ولكن لم يعرف موضع قبرها الى الان بالتأكيد انها حقيقة في البقيع او وين من البقيع مدفونة لا يعلم، ولم يبني عليها احد قبة لانها مجهولة من حين دفنها.